من القصص الغريبة اللي اتسمعت الفترة اللي فاتت الحقيقة، وعشان كده جاي احنا نصور معاهم هنا، شاب بعد 17 سنة جواز اتدفن حي. واتدفن حي ليه؟ ده اللي احنا هنعرفه. وازاي توصل ان صديق عمره هو اللي يدفنه حي لسبب تاني هنعرفه؟ نسمع بقى القصة كلها مع بعض. مساء الخير بقال الليل. الله بحياتك. حضرتك تقرب ايه للمتوفي؟ انا جوز اخته. طيب القصة ايه؟ مين هيحكي لي القصة؟ مين عنده علم بالقصة؟ عشان انتوا دلوقتي في جزء انا لازم اعرفه منكم واضح وصريح. خليك قاعد زي ما انت دلوقتي. لا بس ثواني، انت خلي العريس، خلي الزوج. انا عايز اعرف من هنا وهرجع لك تاني، بس الامانة في الحكي. لا الامانة في الحكي. الامانة. ايوه. زوج متزوج بقاله 17 سنة، صح؟ لينا. وعنده 3 اطفال. وفي نفس الوقت عنده صديق عمره. ايه اللي يخلي صديق عمره يدفنه حي؟ والله دي طبعا من اوراق التحقيقات والكلام ان هو كان طمعان في مراته يعني وكده. فقال لك ان انا كنت من خلال الورق يعني كده، قال لك ان انا كنت بغير على مراته منه يعني وكده، ولان انا بحبها وكده يعني. وهم الاثنين كانوا بيتكلموا مع بعض. زوجته وصاحبه. بيتكلموا مع بعض. بيتكلموا مع بعض، وهو داخل البيت بحجة ان هو بيعالج ابنها يعني وابن المجن عليه. بيعالجه من السحر والدجل، لانه انا معمول له عمل. هو بيقول ان هو بتاع سحر وكده شيخ يعني. انا بعالج برغم ان هو ما يعرفش يقرا الفاتحه ولا بيدخل المسجد ولا كلام ده، بس يقول لك انا والله بقول لك انا كان معايا خاتم مسحور وان انا يعني مخاوي ومعاه خدمات. انا بتصدقوا الكلام ده؟ احنا في ارياف يا سعاده الباشا، في ارياف. وطبعا الارياف برضه بتختلف من مكان لمكان، بتختلف من قريه لعزبه صغيره مثلا او كده. كلهم اهل بعض وبصدقوا بعض، وفي يعني في الصاحب بيامن صاحبه وكده. 17 سنه يعرفوا بعض، صح؟ وكان بيخش بيته وكان على 17 سنه يعرفوا بعض. هي اتجوزت بقى لها، متجوزه بقى لها 17 سنه. هو والراجل ده اصحاب بقالهم قد ايه؟ من حوالي 2017 ده، حسب ما اتذكر برضو هو اللي قال انه هو جارنا، جوز مرات خاله. مرات خاله. ايه بقى اللي حصل؟ والله احنا فوجئنا بالموضوع. احنا برضو يعني بص، انا ما اعرفش، ما انا كلنا عموما او احنا عيله المجنى عليه ما نعرفش تفاصيل الموضوع ده غير لما فوجئنا باختفائه. طيب اختفى ازاي؟ قالوا راح يشتغل في برج العرب. بس لا استنى، عايز اعرف هو بقاله فتره الراجل اللي هو جابه اللي بيقول عليه شيخ ان هو صاحبه بقاله 4 سنين، جاركو كمان، قال ان هو بيعالج البيه، بيعالج ابنه، بيعالجه روحاني، وبعد كده طمع في مراته ومراته تعاملت معاه. استاذ تامر، هقطع على كلامك بكل خير. العلم في حاجه ان هو اساسا ما كانش بيحافظ القران. ما انت بقى دي حاجه بقى ده يعني ما فيش حد محتاج علاقه بينه وبين ربه عشان يدخل حد في وسطيه. ما كناش مصدقينه. بس استني بس، عشان اللي انا عارفه برضه واقوله وانتوا تكذبوني او تقولي صح. دخل الراجل البيت بعد علاقه هم الصحاب بقالهم 4 سنين، شاف مراته، اعجب بمراته، ومراته اعجبت بيه على حسب كلام التحيات اللي انا عرفته. وبعد كده اتفقوا انه يخلصوا من الراجل. اي نعم، زي ما وهو جه في يوم من الايام بعد فتره قال له تعالى لي الارض، انا لقيت اثار في الارض، صح الكلام؟ وقعدوا يحفروا في الارض، قعد يفحر في، هو خدهم من الساعه 12 حوالي، قعد يفحر حوالي ساعه ساعه، وهو يا عيني ما يعرفش انه بيحفر قبره. هو ما يعرفش انه بيحفر قبره. وبعد ما حفر الساعه ديت اداله المخدر، مخدر في عصير الجواب. ايوه، قال له هنروح الوقت بس لما نخلص. عن لسانه. قال له كمل، فكمل، فغش عليه، فلما قال يندى عليه يا محمد ما ردش عليه. طبعا هو اتاكد خلاص انه ما عادش بيتكلم او اي شيء. الله يرحمه. فحطه في الفحره اللي هو فحرها بايده. لا، ربطه بورق الموز. الفحره الاول وبعدين كتف ايديه ورجليه عشان يعني لو فاق وهو في الحفره ما يطلعش، ما يقدرش يتحكم في جسمه ويطلع. ما رحمش ده شيطان، شيخ روحاني. ايه ده شيطان؟ استغفر الله. ده شيطان. ايوه، الشيطان جنبه، مش يعني جنبه ملاك. وبعد ما حطه في الحفره ربطه بورق الموز، دفنه. ايوه، ربط ايديه ورجليه ورا ظهره عشان ما يقدرش يقاوم ويقوم. قعد 7 ساعات في الفحره دي، واتك على دماغه برجليه، على رقبته وعلى ظهره برجليه، ودفس دماغه في الطين.
في الصفة التشريحية طالع جاي في ظروف في حنجرته هنا طين ورواسب طين من ان هو بيتنفس مش قادر يتنفس فصحى صحى بالتراب يعني صحي وهو في الحفرة ومات مخنوق ايوه ومات الله يرحمه الله يرحمه ده هو ده الله يرحمه ايوه هو ده لا اله الا الله الله يرحمه يا رب وبعد كده وبعد كده المباحث قعدت الداخليه اتحركت وبعد اختفائه بيدوروا عليه ايوه احنا نشرنا صورته على الفيسبوك اخوه نشر صورته على الفيسبوك بعد غيابه بحوالي فتره طويله لانهم كانوا كان بياخد خد شريحته خد شريحته بعد 14 يوم من دفن لا ما لسه انا هحكي لك يعني انتوا بعد ما اتدفن قعدوا يدوروا عليه فالزوجة قالت انا ما اعرفش هو راح شغله وهو سأل عليه وقال انا ما اعرفش يعني هما الاثنين انكروا معرفته ايوه قالوا ما نعرفش هو راح فيه ما بيردش على التليفون تليفونه مقفول صح وعمل حركة كمان اللي انا عرفته دي اسوأ يعني ما ده الشيطان اللي انا مش فاهم تقول ازاي ده شيخ ان كان اخذ فتح قبره بعد 14 يوم 17 يوم وطلع الشريحة اخذ الشريحة وكسر التليفون ورجع رماه على ظهره ورجع قفل عليه تاني ردم عليه وبدأ بقى يهدد بتليفون محمد الاول يرن بيوهمنا ان هو محمد موجود بيرن على اخوه امام الجامع وقت الصلاة مع كده احنا بنرن على محمد تليفونه مقفول بنيجي ندور نلاقي ساعة الأذان بالظبط اخوه طبعا مش عارف يرد وكمان اخوه مريض فبيجي يرد ما طبعا مش هيرد فبيجي بعد الأذان يا حبيبي يرن على اخوه بيلاقي التليفون مقفول تاني بيوهمنا بدأ بيتكلم بقى من خط تاني يهدد يقول لكم ايه بقى يقول انا ان هو خطفه ده واحد ان هو واحد خطفه يعني علشان كانوا بيشتغلوا تقريبا في العملة هو طبعا محمد مش بتاع الكلام ده بس ده ايحاء بقى بيدي قصص بقى ان هو بيشتغل في العملة اخد 500,000 دولار وما رجعهمش اي كدب بقى طبعا كل ده كدب واحنا خاطفينه وبيقول لاخوه لو انت ما جبتوش الفلوس ديت احنا هنموته طب انا عايز اسال سؤال بقى الزوجه عملت ايه في الوقت ده كله حضرتك انت خال محمد الله يرحمه وخال عشان هي مراته بنت خالته كمان فانت خال اتنين انا خال اتنين طب عملت ايه انت كخال بتسال سالتها هي راح فين كانت بتقول لك ايه لا ما هم قالوا راح برج العرب هي قالت هي راح يشتغل في برج العرب بس هي عارفه كل لا ما هيش هتقول بقى انا عارفه هي هتقول انا ده هو احنا عملنا ايوه مش هتقول لا يعني ما كانت كل ده بتقول لك ان هو في برج العرب ما تعرفش عنه حاجه ما تعرفش عنه حاجه وما بتسالكش حد يطمن على محمد ما حد يقول لك واحيانا لما يصدقوا المكالمات بتاع القاتل يقول هو اتصل اللي حصل بالظبط بقى ليله ما كان مسافر برج العرب ايه بقى كان واقف مع جدع صاحبه كان بقى يشتغل معاه في وقت الاجازه اللي بيجي من ايه من الشغل بتاعه نجار مطابخ المونتاج ففات عليهم القاتل ده وهم بيتكلموا بعض لقيت مكان هو مسافر محمد الله يرحمه قال له انا عايزك يا محمد قبل ما تسافر فمن هنا بقى ابتديت عرف ان هو احنا خلاص ما نعرفش عن الرمادي حاجه برضه راح على الارض حصل ده بقى اللي حصل ده الجريمه بشعه وانا مش فاهم ازاي يبقى في دجال كده بيتاجر باسم الدين هي المباحث وصلت ازاي يعني ايه ايه السكه المباحث وصلت لما طبعا هم بعد 40 يوم بعد 40 يوم ما بقاش نزلوا صوره على الفيسبوك ان هو متغيب واللي يطر عليه يعني اتصل على التليفون ده اللي هو تليفون اخوه فبدات بقى التهديدات تكتر بقى يروح كفر الشيخ يتصل من هناك برقم محمد او برقم هو يقول لهم يعني ان محمد عندي وعايز 500,000 دولار يتصل من بلقاس عشان يوهمهم ان هو حي وموجود او مخطوف عصابه خطفاه وكده هو اصلا شكل جريمه يعني بعد كده ما بدا يهدد قال لك عشان نروح بقى ايه وطبعا بقى يوحي الناس تتصل من بره احنا شايفينه بيشتغل في الرميات احنا مش شايفينه بيوهمكم ان هو راح في مليون حته انت بلغتوا الحكومه امتى بقى ايوه بعد اربع بعدها بعد ما نشروا على الفيس بحوالي 55 يوم بلغت الحكومه ايوه نشرنا الاول صوره على الفيس والكلام ده طبعا بدا هو بقى موازينه اختلت طبعا احنا هننشر يعني حد هيدور هو كان متوقع ان ما فيش حد هيدور موازينه اختلت من ناحيه ان هو
ازاي نشروا يبقى كده هيتحركوا. انتوا كنتوا شاكين فيه خالص؟ لا احنا كنا من البدايه من اول ما بدانا يقولوا محمد مختفي انا جوزي قال فلان ده هو ورا اختفائه. فلان ده ورا اختفائه لان احنا اساسا من بدايه كلامه معاه احنا ما كناش موافقين. الشخص ده احنا عارفين هو اصله ايه، يعني هو شغله ايه، هو ده كان قاعد ما بيشتغلش. وهو دلوقتي ان بعد ما بلغته اتقبض عليه، اتقبض عليه وعلى مراته كمان، على مرات محمد الله يرحمه. الاول كانت مراته كانت راحه تبلغ لان هي راحوا بالليل بلغهم، جم حوالي الساعه 2 بالليل فطلبها تاني يوم ان هي تروح، لازم تاني يوم الساعه 9 تكون موجوده هي واخوه. يعني هي اللي عملت فيه كده واتفقت مع الراجل الدجال على كده، وهي اللي راحت تبلغ على محمد راح فيه. هو ضغطوا عليها علشان تروح تبلغ لان هي اساسا كانت بتقول ان هو راح يشتغل في برج العرب. فهو طبعا انت ازاي انت ما بلغتيش بقالك 55 يوم، جوزي بيضربني علشان انا لو قلت الكلام ده هيضربني وهيجي يقول لي وهيجي. تمام، هي اتلككت بده. فما بلغناش، فطبعا اخوه فضل وراهم قالوا له، قال لهم انا ما عادش قدامي غير لاخر الشهر، لو ما جاش اخر الشهر انا هبلغ. يا حاجه انت سبتنا ومشيت ليه؟ ده ما عليهم. اسالك سؤال كده، وضع العيله ايه؟ ان انت كخال على ان يبقى بنت اختك هي اللي قتلت، هي ما قتلتش، هو اللي قاتل ما غض النظر، بس هي اللي يعني هي اللي كانت اساس الموضوع، هي والراجل. ما نعرفش هي بقى في الاساس اللي في الاوراق دي، انما في الاول ما نعرفش. انت ما بلغتش عن ابنها، عن جوزها اللي اختفى بقى له فتره؟ الاتصالات بقى بتاع المجرم اللي بقى بتطمن، ده انا شايفه في برج العرب، ده انا شايفه في راس البر، ده انا شايفه في. يعني هي ما كانتش تعرف ان الدجال ده هيقتل جوزها؟ والله الله اعلم، الله اعلم. انت راجل بتصلي وعارف ربنا، بس يعني القصه كلها يعني انت على لسانه. كان هي عندها علم، هي عندها ده، هو الواد اللي قال كده. ايوه هو قال لي عندها علم وبيه كده، وكانوا مرتبين مع بعض. القاتل اللي قال هو دفنه، هو اللي دفنه، بس هي كانت على علم ان هو هيموته، ان هو يخلصها منه. يا قلت خلصني منه، فقال لها خلصك منه بطريقه غريبه، ان هي مش مراته بس، دي بنت خالتك صح؟ ايوه بنت خالتك. يعني كان في بينهم مشاكل؟ لا ما كانش في اي حاجه، حياه عاديه زي اي زوجين. وما كانش بيقعد، كان شغال على طول، يعني ما كانش بيقعد خميس وجمعه اجازه، بروح من الشرقية لكفر الشيخ لشرم الشيخ. انت حرمتي ولا عملت راجل بعد دخل بيتكو باسم الدين، وهو انت تقول ولا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا بيعرف يقرا قران ولا بيصلي ولا بيصلي، فهو محمد دخله البيت عشان نقول ان هو بيعالج روحاني. انا مش فاهم الفكره دي ازاي. محمد ده كان مسالم جدا، يعني كان يعني انا اقصد ايه بمعنى مسالم، يعني كان صاحبه ده معتبره يعني هو الاذى ده بيجي من اقرب الناس، بس للاسف محمد الله يرحمه يا رب غلطان ان هو يامن لواحد زي ده ويدخله بيته ويدخله على حرمه بيتي، حرمه البيت. بقى يدوا له السجاير وبقى يدوا له، انا ما اتغديتش، يجي ياخدوا البيت يغديه وكده، وما بقاش يفكر في يوم من الايام ان هي ياخد مراته وجاي يقتله. لا هو صعب عليه ان هو يعني لما جاء خاله اللي هو جوزي قال له يا محمد ده مش شكلنا، ما ينفعش وما ينفعش تدخله بيتك. اما يقول له انت بتستقل بيه يا خال علشان ظروفه وعشان وضعه، قال له لا احنا مش بنستقل بيه، بس عشان احنا عارفين هو ايه. الله يرحمه يا رب، وربنا يصبركم جميعا يا رب.